بدأت فرنسا اليوم رفعا جزئيا للقيود التي فرضتها منذ نحو شهرين لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وقد فتحت المدارس الابتدائية بأعداد محدودة من الطلاب إلى جانب المحال التجارية باستثناء المطاعم والحانات وصالات السينما. يأتي هذا فيما دخلت إسبانيا اليوم المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر التي فرضت لمواجهة كورونا، والتي تشمل فتح المتاجر التي تقل مساحتها عن 400 متر، كما سيسمح بفتح أماكن العبادة بشرط عدم تجاوز 30% من طاقتها الاستيعابية. وفي السياق، بدأت في بلجيكا المرحلة الثانية من برنامج تخفيف قيود الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وكانت روسيا قد سجلت 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الوفيات 2000، كما تم تسجيل 11656 إصابة في أعلى معدل إصابات في البلاد خلال يوم واحد منذ تفشي الجائحة، وبذلك تجاوز إجمالي الإصابات 221,000، وتتصدر العاصمة الروسية موسكو وضواحيها عدد الإصابات. وردت منظمة الصحة العالمية على أنباء أوردتها مجلة ديرشبيغ الألمانية عن استجابة المنظمة لطلب من الرئيس الصيني بشأن تأخير التحذير من فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وإن مديرها تيدروس لم يتحدث مع الرئيس الصيني يوم 21 من يناير الماضي. واعتبرت المنظمة أن مثل هذه التقارير غير دقيقة وتصرف الانتباه وتعرقل جهود المنظمة العالمية والعالم للقضاء على وباء كوفيد-19 على حد تعبيرها. عبر سكايب من باريس، البروفيسور عبد المنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين والعناية المركزة وعضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا في باريس، أرحب به. دكتور عبد المنعم، يعني كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا في التخفيف من إجراءات الحجر والحظر في الوقت الذي نسمع فيه تحذيرات من أنه ربما تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا؟ السلام عليكم أولا، وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. طبعا حان الوقت في وسط أوروبا وفي فرنسا بالأخص من أجل بدء رفع الحجر الصحي تدريجيا، وهذا ما بدأنا به من صبيحة هذا اليوم. العودة إلى المدارس بشكل جزئي، العودة إلى المعامل والمصانع أيضا بشكل جزئي، وفتح المتاجر بصفات خاصة بشكل جزئي أيضا. تم هذا بناء على تقسيم فرنسا في البداية منذ حوالي 10 أيام إلى 3 مناطق، منطقة حمراء وخضراء وأورانج، وحاليا هي بين منطقتين، منطقة حمراء ومنطقة خضراء، من أجل الإيضاح للناس كيفية التعامل، كيفية فك هذا الحجر الصحي. هذا الفك جاء على بناء على مؤشرات ثلاثة. الأولى هي نقص في عدد حالات الإصابات الوافدة إلى الإسعاف، الثانية توفر الأسرة اللازمة في المشافي والعناية المركزة، والثالثة هي القدرة حاليا في فرنسا مثلا على إجراء اختبارات الكوفيد-19، حيث نستطيع أن نجري أكثر من 700,000 فحص أسبوعيا. بناء على هذه المعطيات من الناحية العلمية والطبية والأكاديمية، تمت الاستشارات من أجل رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي. نعم بروفيسور عبد المنعم حميد، يعني تحدثت عن هذه الإجراءات، لكن أنا سؤالي ما زال يعني حاضرا، وهو هل هناك تخوف من أن يكون هذا الفتح، فتح المجال وفتح المدارس وغيرها في بعض الدول الأوروبية في تفشي المرض وعودة المرض بقسوة؟ طبعا لا، ما في خطوره، ولو كان في خطوره كان الامور كانت عملت بغير ذلك. نحن ننتظر ايضا في فرنسا وفي المانيا لمده اسبوعين لنرى هذه النتائج، ولكن ما لدينا من معلومات هو ان الفيروس خفت فوعته منذ شهر 3. ثانيا، نسبه الاصابه او نسبه العدوى نقصت من حوالي 5 أو 6 اشخاص في شهر 6 الى اقل من 1 حاليا. يعني هذا يعني أن الشخص المصاب يمكن أن يعدي حاليا أقل من شخص واحد، فيما سبق كان يعدي 5 أو 6 أشخاص. فإذا اتبعنا التعاليم الوزارات الصحة والوزارات الداخلية بالتباعد الاجتماعي، بلبس الكمامات،
بالوقاية بالنظافة، فهذا سيخفف كثيرا من احتمال وجود ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بعد رفع الحجر الجزئي. من الشيء الطبيعي أنه عند رفع الحجر الجزئي سيكون هناك حالات الإصابة ترتفع بشكل بسيط، لن يكون هناك إصابات كما كان هو الحال في بداية شهر أو منتصف شهر 3 أو ما كنا نسميه بالجائحة. هذا والحمد لله سيكون بعيدا عن هذا الوضع حاليا. بروفيسور عبد المنعم، الحديث الآن عن روسيا، يعني ارتفاع الإصابات في روسيا، يعني 94 وفاة جديدة في روسيا، 11,656 إصابة. روسيا ترتفع حتى يعني وصلت إلى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وأسبانيا والمملكة المتحدة. كيف ترى هذا الارتفاع في حالات الوفاة وحالات الإصابة في روسيا؟ حالات الإصابة في روسيا يجب أن نأخذ كل بلد بحد ذاته، أو نأخذ حتى كل منطقة في بلد بحد ذاته. عندما نتكلم عن روسيا تكلمت قبل قليل عن منطقة موسكو وما حولها، هي الأكثر تضررا. في نهاية شهر 3 كنا نتكلم في فرنسا عن الفوعة الفيروسية الأكبر في المنطقة الباريسية وفي منطقة الألزاس. نحن في فرنسا وصلنا إلى الذروة أو ما نسميه في البيك في نهاية شهر 4، وحاليا ما يحدث في روسيا هو الوصول إلى ربما إلى مرحلة الذروة. هي كانت متأخرة عن فرنسا، متأخرة عن إيطاليا، وهذا هو الآن دور روسيا في الوصول إلى الذروة، ونأمل أن بعد ذلك أن يتسطح المنحنى البياني لديهم ويبدأ بالانخفاض. إذن كل دولة هي تقاس الأمور بحد ذاتها، ليس لا نستطيع أن نتكلم عن كل البلدان في آن واحد معا. بروفيسور عبد المنعم حميد، استشاري امراض رئتين والعنايه المركزه وعضو لجنه علميه لمتابعه فيروس كورونا في باريس، اشكرك. شكرا جزيلا.